شو اللي يجي يعمل هذايا؟ وشكون قال لك انا اللي يجي؟ هذا اللي صوت هذا نعرفه. كفورة يا علي، سدت عليك قبل يوم في الحجار. الهرمي فوي يا لولو. وينك صاحبي؟ ليك مدة يا صاحبي. بس خويا رجعتك. انا كان ما عرفت الصوت كرمني عطيتك مرفق جبتك اللوطة. كي مش بون يا سيلك صاحبي. في بالك عملتها للشيخ هذيك، عطيت له السكينة، قلت جمعتوا ينجموا يرجعوا يعملوها. تحكي بجدك؟ شوف يا الهرمي، حرب جديدة تحلت، حربنا مع الشيخ صالح، خليك معي. معك خويا بي. السلام عليكم، أهلا بالرجال. السلام. شني حوالكم؟ سري لباس، شني حوالك؟ جي وين صالح؟ شاي يجيب فيها قهوة. والله سامحوني مشيت بقضية أكيد للدار ورجعت فيسه. إن شاء الله ما خليتكمش تستنوا بركة. علي تحب شعر ولا لحية؟ ميسالش، عندي صاحبي قابلت أنا وياه البرة، باش نمشي ونشربوا قهوة. تفضلوا. مرحبا. تفضل تفضل. وي يا صاحبي. تفضل هاي خلطة القهوة. هذه الومية متاعك. اللي كنت وانا متاع القهوة كان معبي برشا بالناس. تفضل. هيا. عارفي تشرب قهوة؟ ما حشتيش. بربي مش وصيتك ما تخرجش من الحارة بكل. وصيتني ما نخرجش. ما هذاك سيد علي ود أم فاطمة. شو يهمني فيه أنا علي ولا فتحيز ولا؟ مش تنجم تقولها له في وجهه وأنت مش قلت؟ لا 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 ما قلت شيء، قلت لك تشرب قهوة. حط غد. تفضل. واسكت. هاك تشوف. هيا قعدوا. شو تشرب؟ جوزو كوبريس. جوز اكسبريس. لا يا عمري. شنو هو؟ امشي امشي. تفضل عمري. هيجا. يعيشك، تستحق حاجة أخرى؟ خلي عندك وامشي. ياك في فورما يا الهرمي. شنو هو؟ عملتوا صالة ورجعتوا تبوكسيوا؟ بصراحة يا علي ربي هز عبد وحط عبد. سبور ومقالة الناس، خدمة محبوسات مش بتاعنا. إمال شنيا السكينة اللي حطيتها لي في رقبتي؟ سكينة بتاع العزوز فترة نمضي فيها. ربي يفضلها لك، الدنيا ورضايت الوالدين. بالك على امك يا لالا. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. كاو. الله يا اخي الخليفة. علي خويا الحاكم راه قاعد يضرب شوراك، اني علمتك. طيب خاطركم يا جماعة، الحمد لله على سلامتك علي. ربي يفضلك، نورتنا اخويا. يخلي يبربش الحاكم، مش عنا عاملين. من يلزمني نقول لك انا؟ شعملت لي في المخزن. مخزن على كيف كيفك، زيد فوق هذا بعيد على عيني. شعملت لي في الكبش؟ يا علي بصراحة يلزمنا كبش كما اللي عند الشيخ صالح. والله حد علي دبابة على حاله صح. شوف لنا دبابة. شو وريك مخزن قبل؟ اقعدوني انت عينيك على الدنيا. خلي غاد خالصين ما هي خالصين هي. خلي الزوز. خليفة جاب امه وجاء. ها فاطمة. أنا جيناك خاطبين راغبين في سعاد. الخليفة ولدي اش قولك؟ ما في باليش. شنو؟ ما في باليش. شنو يا يام؟ ما قلت ليش؟ مكذب. في باليش. بيه كانك علي أنا يا أمي موافق. هي خليفة عدا ولدكم راهو. اي اي حتى أنا موافقة. أما خويتي الحقيقة نتاع ربي ما في باليش. شنو يا أمي؟ هي زمن شعور الطفلة. هي عيطة لها. هي لك أنت توافق ولا نوافق؟ عيطة لها يا أمي. أسعى 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 أجي ماشي
عيش. خليفة جاب أمه وجاي أخت، فهمتيني؟ سيدك موافق والناس زادة موافق، أما بنيتي يزمنا اسمع رأيك. واش قلتي؟ واش قلتي؟ أنا خليفة ما ناخدوش كي يقعد آخر راجل في الدنيا. عاد قاعد قاعد برا نمشيو. قاعد استنى استنى، نمشي نشوفها ونجي. استنى خليفة حاجتي. اخلط عليا، ما تمشيش حاجتي بيك. مش ثم، احكيلي احكيلي اش ثم، مش عملتي ميسالش، احكيلي. شوف انتي تعرف لي انتي اخويا منهزك، بتصير لك حاجة نفديك بدمي. أما والله ورحمة بابا وراس فاطمة العزيزة الغالية تطلع غلط مع أختي سعاد نذبك. هاي رقبتي عم فيهاش تحب كان غلط معها. خليتيني مسخرة قدام الناس، وشي اللي مخبي علي؟ سلختيني، لو كان يسمع أخوك عملتي عمنا إلا ما يدفنك لهنا. اتكلمي شنو ولا عملتي؟ تتكلمي حلي فمك، خمش نبقى نويك حلعتي ثغاي. والله يا لو كان ما تتكلميش فمك ما نكسر هولك بالصفات متاعك، فاهمة ولا ماكش فاهمة؟ تعالي جلقتك وتكلمي يا أمي. خليني عندي ما نحكي معه. هذا صغير ما ناخذوش، هذا خليفة ليش نعم دكدك لها قرايم. كلمتين خفيف نظاف تقولهم لي. خليفة اش عملك؟ يعني بنت راجل خويا سيد رجال، شكون يتجرى؟ مال علاش؟ هذه حكاية خليفة في الدار هذه ما عادش نحب نسمع بها جملة. والراجل اللي باش نجيبه لك المرة الجاية تاخذه وتسكر فمه. ما تبكيش ما تبكيش، سمعتها علي وش قال لك، ما تبكيش هاني معاك. هيا عاد عايش لي بنتي. هيا شيخ تكلم منطق شبيك لحمة بنشور وبشير بصير كارثة. وين بطحت المسيبة
تحرك قدامي يلا. شفنا يا اخي قامك بشير ما وراه كل مشاكل. ايا ذم فمك وقايد جيبك وعرفش تخرج من فمك. بشير هذاك ولد الدار وذراع الشيخ اليمين ماهوش يبراني. اش تقصد؟ نقصد في شورب اللي ملي حط ساقه في الدار هذه والمشاكل هبط عينك الشتاء. شوف كي شورب كي بشير الاثنين رجال الشيخ ونقص مرميان المعنى. عزيزتي انا ما نعرفش نرمي المعنى، انا كلمتي نقولها وخليني توا ساكته لا نبدا نجبد في المستور وانت عملت لنا فيها شريفه عفيفه. اي حدك حد المسقي فهمت؟ كل ولا شرف ولا عفا. الشريفه وعفيفه وبالسيف من عليك. ليه باين الشرف والعفه من خروجك في الليل ومشينك العليل المخزن متاعو كمش بشير كشفكم. ها صار هو بشير متاعك عاود لك مالا عاد انتوما طول عمركم الاثنين تكرهوني. كان جات حاجه صارت من اللي في مخك راهو الشيخ طردني ماكل عام. اما فما ربي هو مسكين هو الشيخ انا ما عادش فهمته ما وراني فاش تحرود له في القهوه وانت ماشيه جايه على حليمه. اي اسكت عليا باش تولي كلمه بالكلمه معايا. اقلب وجهك من قدامي. ايش تعملوا انتوما فاش تتفرجوا كل واحده تشد خدمتها. ريتك ماكش قدها ما قريتش على حسابك يا غدار يا ساقط. نحي السكين ويجي نتحاركوا راجل في راجل. تحاركوا راجل في راجل كي تولي راجل لما انت ساقط وغدار. سيب عارفك جاك بشي حر عليك. سيب وتنثلك بيها انا. شورب شو عملك؟ بعد ما ربيتوش انتي مش نربيها انا. بعد لا نذبحك معاه. باهي عندك الحق امسحها فيها. انا هو اللي ما ربيتوش مليح. ولي لي شوليقه كل مره قول لي امسحها فيه. مره هذه مش نربيها انا. علي بيه. يا علي سايب سايب علي ساقط يا امي. سايبه ما تمسخش يديك. مش انت كنت تقول نحن بانديه اما ماناش قتلت رواح. سايبه عيش ولدي ان شاء الله بلاها على غير يديك. سايبه صح عليك راك نقزت هالمره دي. ابعد انت من قدامي ونمشي نقيه. بشير قوم. انا هبت مش تفهمنا ما تعمل حتى شيء. شو صار؟ ما صار شيء. عركه وتفضل. سي هاي